نرحب بمستر ألين يونغ رئيس قطاع أفريقيا بجيلي جلوبال. Dear media friend, distributor partner, ladies and gentlemen, Salam Aleikum. I'm Ellen Young. Thank you for all coming to witness of the grand launch of Geely Auto new product GX3 Pro in Egypt. As a global enterprise, Geely have multiple brands such as Geely, Geometry, Volvo, Lincoln Co, Zeekr, and Polestar under its umbrella. It has now entered the Fortune Global 500 list for the 12 years, ranking 225th in 2023 this year, and is the only Chinese automotive group in brand finance top 10 most valuable auto brand of 2023. As a young, open, and innovating international enterprise, Geely is committed to providing global customer with a driving experience which exceeds expectations. Egypt, as a popular country and a major vehicle consumer country in Africa, has always been the key market for Geely in Africa region. The GX Pro, Geely's star model we brought to Egypt consumers, are all extremely popular in the global market and continue to be highly sought after. In addition, we are very honored to work with AGM Group to create a new land code for the Geely brand in Egypt. AGM Group is one of the leading customer-focused car distributors in Egypt with an outstanding reputation for strong sales and perfect after-sales service system, which is highly consistent with Geely's brand philosophy. We firmly believe that through the effort for both parties, we will be able to provide the ultimate product experience for our customer in Egypt. And here I want to highlight to make a great thanks for with Abu Ghali team and Mr. Maha Abu Ghali and Mr. Senator in AGM. In the next few years, Geely will continue to introduce new products with competitive advantage in the market, as well as electric vehicle products and hybrid to meet the diversified customer needs and optimize user experience with innovative technologies. Finally, I would like to extend my thanks to all of you again for attending our opening ceremony event tonight. Wish you all happy life, Geely Drive. Shukran. خلينا نرحب دلوقتي بالمهندس إيهاب الفقي مدير قطاع جيلي بأبو غالي موتورز. مساء الخير. يوم جميل وأجواء الحقيقة ولا أجمل، والأجمل في اليوم حضوركم وتشريفكم لينا الإيفنت الجميل ده. السيدات والسادة ضيوف الحفل الكرام، السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز الأستاذ المحاسب ماهر أبو غالي، سيادة النائب المهندس محمد ماهر أبو غالي عضو مجلس الإدارة، السادة الموزعين شركائنا في النجاح، السادة الزملاء فريق عمل أبو غالي موتورز، السادة ممثلي شركة جيلي العالمية، اليوم يشرفني أن نحتفل معا بحدث هام وهو إطلاق نجم جديد من مجموعة أبو غالي موتورز وجيلي في السوق المصري. جيلي جي اكس 3 برو موديل 2024. السيارة الجديدة كلياً واللي هتغير قواعد اللعبة في السوق السيارات المصري. من منطلق إدراكنا التام أن السيارة ليست رفاهية ولكنها ضرورة للكثيرين، عملنا بلا كلل لأكثر من 6 أشهر لتحقيق هذا الإنجاز الذي نحتفل به اليوم، وتقديم السيارة الاقتصادية المناسبة التي تجسد الاندماج المثالي بين جودة التصميم والتكنولوجيا والتطبيق العلمي.
التي نعتبرها شهادة على تفانينا في التميز هي السيارة الجديدة كليا، والتي حققت جميع المعادلات الصعبة، فهي مجهزة بالكامل بجميع أنظمة الأمان والسلامة وبكل وسائل الراحة والتكنولوجيا، وتأتي بأفضل سعر في فئتها. الجي اكس 3 برو تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر، وهي مزودة بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 103 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة السي في تي، وبضمان يصل إلى 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر. مقصورة جيلي بتأتي بوسائل ترفيه وتصميم عصري جميل، وبالعديد من المواصفات والكماليات الفريدة في فئتها، منها فتحة السقف، شاشة عداد ديجيتال، شاشة 8 بوصة بتعمل باللمس، بلوتوث، كاميرا خلفية عالية الدقة، ونظام دخول ذكي ومثبت للسرعة، ومواصفات أخرى كثيرة سنستمع إليها بالتفصيل بعد قليل. النهاردة وإحنا بنقدم جيلي جي اك 3 برو، كلنا ثقة إنها هتكون أفضل السيارات مبيعاً في فئتها، وكمان بأحسن سعر في مصر، وده اللي هنعلنه برضو خلال دقائق. الحقيقة قبل ما أخلص الكلمة، حابب أشكر وأقدر المجهودات من شبكة موزعينا المحترمين ومجهوداتهم وحرصهم على نجاح علامة جيلي مع مجموعة أبو غالي موتورز، وكلنا على ثقة إن هذه السيارة ستتجاوز توقعات المستهلك المصري وستصبح رفيقاً موثوقاً به في رحلاته المستقبلية. شكراً لكم، واسمحوا لي أن أقدم لكم رسمياً نجم اليوم الجي اك 3 برو موديل 4. الجزء اللي انا بحبه بقى، عشان ايه الجزء ده؟ انا بحب اتفرج على العربيات واعيش مع العربيات شويه. خلينا نقول الجي اكس 3 برو واحده من العربيات اللي اهلا وسهلا يا ده، طبعا ده انت تنورنا، مش معاك اللحظه دي. واحده من العربيات اللي زي ما بقول هي هتناسب شرائح كتير مختلفه في المجتمع، ومتوقع ان النهارده باشمهندس يدينا رقم كمان، نكون بقالنا كتير ما سمعناش الأرقام دي، خصوصا زي ما انتوا عارفين التغيرات اللي بتتم. خلينا نبدأ نتفرج على العربية من الأول كده ونشوف شكل العربية. واضح زي ما حضراتكم شايفين الشبكة الأمامية بالكروم والبيانو بلاك اللي موجود، كمان التصميم الرياضي والإيروداينامكس بتاعت العربية الحلوة، الداي لايتس اللي موجودة واللانس عشان تحدد الرؤية وتبقى رؤية أفضل، كمان سنسرز الإضاءة اللي موجود في العربية. بس في ميزة في العربية دي يخليها مختلفة شوية عن المنافسين معاها في نفس الفئة. ارتفاع العربية دي من على الأرض حوالي 185 مليمتر. الجزء ده مهم قوي، كذا حد يقول يعني ما عادي، هقول لك حاجة، ممكن كتير وانت داخل ساعات باركينج وانت خارج من باركينج ومعاك ناس في العربية، بعض المجتمعات السكنية الجميلة الكومباوندز اللي فيها المطبات الكبيرة شوية، ممكن تحس ان وش العربية بيحتك بالأرض. الجزء ده مهم جدا، حتى لو العربية فيها حمولة مش هتحس بالجزء ده ولا هيحصل اي حاجة في الجزء الامامي من العربية. ابعاد العربية طولها 4 متر، عرضها 1.76 متر، ارتفاعها 1.57 متر، اما قاعدة العجلات ف 2.48 متر، أما وزن العربية 1215 كيلو جرام. خلينا نبص على جنب العربية، وأكتر حاجة هتبدأ تلفت النظر لحضراتكم الجنوط السبور اللي موجودة بمقاس 16205 على 60، كمان الكربون فايبر لوك
عشان أنا بحب الكربون فايبر وشكله اللي موجود في المرايات وموجود في العتاب الجانبية كيلس انتري. الجزء ده مهم قوي حضراتكم ممكن تاخدوا بالكم منه. الشراعة اللي موجودة هنا بدأت الشركات والمصنعين يهتموا في التصميمات بتاعة عربياتهم الحالية إنه يحط الجزء ده عشان يدي مستوى رؤية أفضل وحضرتك سايق العربية ويقتل الجزء بتاع النقطة العمية اللي بعض الناس تاخدش بالها وهي سايقة منه حتى لو في نظام النقطة العمية اللي موجود في المساحات. كمان عندنا جزء هنا حضرتك تقدر تشوف منه روف راك يقدر يشيل لحد 30 كيلو. وأهم جزء من وجهة نظري هو الدخول والخروج من العربية خصوصا الأحجام اللي زي حالاتي. يعني بيبقى قبله مشكلة ان لو العربية الدخلة والخارجة مش لطيفة ولابس بدلة وكده تحس ان انت سنة كده. فلكن هنا الموضوع ده لطيف مع كمان الجزء اللي قلته من شوية ارتفاع العربية من على الارض فحيسهل عليك الدخول والخروج بشكل كبير. الجزء اللي ورا انا عجبني بقى تصميم العربية قوي من ورا خصوصا. تفضل. كان نفسنا نحط الديسبلاي واحدة بالوش طبعا واحدة بالظهر بس طبعا العربيات موجودة هناك. الديسبلاي اللي هناك هنقدر ناخد راحتنا فيه لانه واضح بكتير لان الظهر بتاع العربية شكلها فعلا very attractive و very nice. حاجة من الحاجات اللي حضراتكم تاخدوا بالكم منها وانتم بتتفرجوا على ظهر العربية هنتفرج على الفوانيس الفول LED اللي موجودة. السبويلر عايزكم تبصوا عليه وتشوفوا التصميم بتاعه خصوصا انه متصمم بطريقة تتناسب مع الايروداينامكس وفي نفس الوقت شكله رياضي قوي. الاكسدام الخلفي بالفوج لايت والعواكس الموجوده والديفيوزر اللي هو مشتت الهواء اللي موجود تحت شكله سبور قوي فتحس ان العربيه شكلها رياضي جدا. كمان مساحه تخزين او مساحه شنطه العربيه حوالي 400 لتر. العربيه هيتم نزولها الى السوق المصري بخمس الوان وبصراحه الخمس الوان احلى من بعض في الاختلاف. يمكن حضراتكم النهاردة موجود معنا أربع ألوان تقريبا الأحمر والأبيض والأزرق اللي موجود وفي اللون الذهبي وفي لون جراي ده يمكن تشوفوه إن شاء الله في المعارض بتاعتنا بإذن الله. لو دخلنا جوه العربية حضراتكم هيجي عينك أول حاجة وحتتفرج عليها وعايزكم وإنتوا بتتفرجوا على العربيات تبصوا على عجلة القيادة الستيرينج ويل المالتي فانكشن والخامات المستخدمة فيها في مستوى أعلى من الفئة اللي موجودة فيها العربية. كراسي جلد مع الخياطة الحمراء. كمان الجزء اللي موجود في التابلو بتاع العربية بتاع فتحات التكييف تفرجوا حضراتكم تحسوا انه متصل كامل ببعضه. عندنا شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 انش وتقدر حضرتك توصل تليفونك سواء نظام الاي او اس او الاندرويد عن طريق ابليكيشن وايرلس. اغلب العربيات في هذه الفئة اللي بيكون موجودة هتلاقي كيبل هو اللي موجود لكن هنا بيتوصل عن طريق الوايرلس. من وجهة نظري التصميم بسيط لكن مهتم بالتفاصيل خصوصا ان العربية فيها 26 مكان تخزين. يعني في 26 نقطة تخزين داخل العربية تقدر تستعملها وهو ده اللي يخلي ان العربية تبقى موجودة في فئة تناسب شرائح كتير مختلفة من في المجتمع. طبعا ده غير اماكن الباسنجر طبعا والكنبه الخلفيه طبعا قابله للطي فيبقى عندنا مساحه تخزين اكبر. يمكن باشمهندس قال المحرك اللي موجود بيه العربيه 1500 سي سي 4 سلندر بيخرج 103 حصان و140 نيوتن متر متوصلين مع نقل الحركه سي في تي 8 سرعات والعربيه بنظام الجر الامامي للعجلات. هروح لجزء مهم شوية وهو الأمان ويمكن بجد العربية دي قدرت تحقق المعادلة كبيرة من عناصر الأمان اللي موجودة فيها. فلو بصينا هنلاقي نظام الـ ABS الـ EPD نظام الـ Hill Hold Control اللي بيساعد العربية على الطلوع على المطالع الـ ESC نظام الثبات الإلكتروني نظام الـ Traction Control System نظام التاير بريشر مونيتور وده واحد من الحاجات المهمه ان انت تقدر تتابع ضغط الاطارات بتاع ضغط الهواء داخل الاطارات. كمان العربيه مزوده باثنين اير باجز وثلاث انظمه للسواقه. اعتقد دي كانت جوله سريعه كده للعربيه اتفرجنا عليها وحضراتكم اكتر هتتفرجوا بالعربيات اللي موجوده سواء في المنطقه اللي ورانا دي وهنا كمان زي ما بدات ناس تتفرج. لكن متوقع ان احنا نسمع السعر دلوقتي.
محتاجين تعرفوا السعر ولا يعني ولا متوقعين؟ نقول اعتقد السعر لازم يبقى مفاجاه النهارده. احنا عندنا حته كده نفسنا نسمع اسعار من اللي هي بتاعه حاجات المفاجاه، صح؟ مش مهندس يقول لنا السعر. اسمح لي بقى. طبعا الجي اكس 3 برو ان شاء الله هتتعرفوا عليها اكتر من خلال الديسبلاي اللي موجود ورا، واكتر واكتر لما تزورونا في المعارض بتاعتنا ان شاء الله وبتاعه موزعينا وتعملوا تجربه القياده. طبعا النهارده شكرا تامر. طبعا تامر اتكلم مور ذان انف، وتامر طبعا خبير سيارات الاول في مصر. النهارده اهم حاجه طبعا اللي كل عايز يسمعها هو السعر. السعر احنا درسناه كتير جدا، وطبعا لانه اهم حاجه وحارسنا تماما ان هو يناسب المستهلك المصري في الفئه دي، وتكون هي زي ما قلنا الليدر في السيجمنت بتاعتها. السعر ان شاء الله اللي احنا بدأنا بيه هو 669,900 بمناسبة تقديم السيارة. شكرا جزيلا. ان شاء الله انا متوقع حضراتكم لما هتتفرجوا على العربية وهتجربوها هتفهموا التفاصيل الكتير اللي موجودة فيها، وهيوضح لحضراتكم حاجات كتير، ونأمل ان احنا نشوف عربيات اكتر خلال الفترة القادمة. احنا لسه ما خلصناش، عندنا جزء غنائي جميل كمان شوية، بس تتفرجوا شوية على العربية لحد ما الجزء الغنائي يكون موجود. بشكر حضراتكم.